والسلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم في فيديو جديد، ان شاء الله يعجبكم يا رب. طبعا زي ما انا تكلمت وقلت ان انا بدي اجيب دورة تفقيس لحم ابيض، فبدي انا هلقيت اروح، انا موصي عند شاب تبع اعلاف محمد سمارة عندنا في فلسطين في غزة، ببيع أعلاف، يعني إشي، يعني إشي عالمي، إشي توب، إشي بيجيبش إلا النظيف. فمن هان إحنا بنوجه له تحية وبنقول له يسلم إيديك على العلفة اللي أنت بتجيبها اللي هي نمرة واحد. وأنا بأنصح كل واحد في غزة يروح يجيب من أعلاف سمارة. طبعا لقيت انا بدي اروح معاكو نجيب دورة التفقيس. صراحة انا مش مكتر فيها، يعني يدوب ابو 10 كتاكيت، على اساس انه انا اول مرة اربيهم، فان شاء الله خير. بابا نروح نشوف. طب احنا هيك وصلنا عند الزلمة اللي انا حكيت لكم عنه وقلنا نسلم عليه. كيف حالك؟ طبعا يا جماعة الخير، هذا اللي انا اتكلمت لكم عنه قبل شوية، هو تقريبا عند طرمبة مشتهى، تقاطع شارع مشتهى، عنده اعلاف زي ما انتم شايفين، جميع انواع الاعلاف، وحاجة نظيفة للامانة، يعني حاجة نظيفة. عنده الاعلاف اللي بروتينها اللي هو 22، واللي هو ال20، وكمان اللي هو 17 البروتين. تمام، زي ما انا اتكلمت لكم انه هذا المحل انا بجيب منه كل الاعلاف، وعندي تمام الحجم راضي عنه ومية المية. نروح نشوف الصوصان اللي انا وصيتها عنده. انا صراحة ما كترتش لانه انا اول مرة، زي ما انتم عارفين انه انا بابدأ تربايه، فانا ما كترتش وقلت اجيب بس 10 على اساس انه انا اجرب المشروع معاكم. تمام، نروح نشوف الصوصان اللي جاب لنا اياها. يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، وكان جايب كتير عنده وربنا جبر عنه، وانا هدول خلى لي اياهم زي ما انتم شايفين، كان جايب كل قفاص وربنا جبر عنه وخلالي هدول الحبة أنا موصيهم عنده. صراحة إلي شهر ونص موصيهم، وأنا بدي أبدأ معاكو اللي هو دورة تفقيس في الصوصان هذه. طبعا هذه الصوصان باتنين شكل، تمام، نمرة اللي هو إيش، نمرة واحد اللي هو فرز واحد اللي هو يعني أحسن فرز. تمام، هو صراحة كان يعني كل أسبوع يقول لي فيه، بس اللي يعني مش منيح، فضلت معاه للآخر لما جاب لي اللي هو الفرز المنيح. تمام يا جماعة الخير، كان كل ما يطلع الفقاس عند الزلمة يتصل عليه يقول له في بس الفرز، فرز اتنين مش منيح، فضلوا استنى لما طلع الفرز المنيح. تمام، زي ما تشايفين بسم الله ما شاء الله، هدول 10 كتاكيت ان شاء الله نربيهم مع بعض لما يكبروا. يا جماعة الخير، تنسوش العنوان اللي هو طرمبة مشتهى، شارع مشتهى، محلات أبو محمد سمارة وأولاده. تمام، اللي حابب يتواصل ويشتري من عند الشاب هذا، شاب سكرة، رقم جواله اللي هو 7111753. تمام، وعنده إمكانية التوصيل للبيوت. تمام، صراحة عنده حاجات زي ما تشايفين، عنده حاجات يعني غير الاكل اللي هو ببيع طحين وسيرج وتموين وحاجات تانية. تمام، ان شاء الله الكل يجي للمحل هذا واللي هو يشتري من عنده ويجربه، حيستفيد وحيلاقي عنده الوزن في اي طير عنده بربيه زاد. تمام، طبعا يا جماعة الخير احنا هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. طبعا في تكميلة للفيديو هذا ان شاء الله، استنوني فيها على اساس انه انا افرجيكم انا ايش اسوي فيهم الكتاكيت، وين بدي احطهم، وكيف اتعامل معهم، وايش النوع الاكل بدهم ياكلوه في اول اسبوع،
تمام. احنا هيك بنكون خلصنا باخر الفيديو. لو عجبك الفيديو اسلخ لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب لتفعيل تنبيه الجرس. وبتنسوش يا جماعه الخير المحل اللي انا فيه محل سماره، وزي ما قلت لكم اعلافه نمره واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.